ما حكم من يمشي وهو يصلي بقصد سد الثغرات في الصف الذي يقابله؟ يجوز المشي خطوات لحاجة، يجوز أنك تمشي خطوات لحاجة، كأن يكون أمامك فرجة تسدها أو تتأخر عن شيء أو تتقدم عن شيء تحتاج إلى المشي خطوات، ما في معنى. الرسول صلى الله عليه وسلم مشى وهو يصلي في صلاة الكسوف، تقدم وتأخر عليه الصلاة والسلام، وفي صلاة الفريضة صعد على المنبر ونزل من المنبر وهو يصلي من أجل علم الناس، يبين لهم، فهذا لا بأس به، للحاجة لا بأس به. نعم.